هي الصراحة لجنة المرأة بتعمل أنشطة حلوة جدا، مش هنا بس، كمان في كل الفروع. وأنا كنت حاضرة مرة هنا بتاع بهية، بس طبعا فادونا كتير جدا في لجنة المرأة والكلام ده كله، وبهية وجم ناس متخصصين وعلمونا زي كشف الثدي والكلام ده كله، سرطان الثدي والكلام ده. فبس فكان صراحه حاجه مميزه جدا الصراحه. لا حقيقه انا حاسه ان فعلا النادي الاهلي بيبذل حاجات حلوه قوي كمان خاصه للطفل. انا شفت يمكن في مصر مدينه نصر كانوا عاملين حاجات جميله قوي للاطفال، كانت بنوتي حضرت هناك ايفنت كان جميل قوي، للاعياد الميلادات اللي بتتعمل هناك برضو، للكرنفالات بتاعه العرجوزات والحاجات دي بينبسطوا بيها قوي هناك. بيبقى يوم حلو للاطفال بقى في ظل اللي احنا فيه كورونا والحاجات دي كلها، فبيبقى حاجه جميله الاولاد يبقوا مبسوطين شايفين، حتى بدل ما نروح سيرك او حاجه لا بيجيبونا في النادي نفسه يعني. والله انا حضرت كان يوم جمعه تبع لجنه المراه، كان ايفنت اسمه خير بلدنا، فكان ظريف جدا يعني، وجود منتجات ومعروضات وسيدات بتعرض حاجات، منتجات ريف وحاجات وكده، وكان في فاطمه عيد في اخر البروجرام وطارق عبد الحليم وكده. كان ظريف يعني، فاحنا بنشكرهم بصراحه لان حاسين انهم بقوا يعني كمان في عصر كابتن بيبو لا الاحوال اتغيرت في النادي كتير قوي يعني. والله بصراحه مجهود مشكور لانه بيختاروا يعني مواضيع مهمه جدا، يعني مثلا الندوه اللي اتعملت لا للعنف ضد المراه كان رائع ومجهود رائع في التنظيم، وكانوا جايبين ناس من المركز القومي للمراه برضو، مش اي حد بيتكلم، ودي حاجه بتفيد كل بنت وست وازاي تتصرف في المواقف دي. وبرضو اللجان كلهم بصراحه سواء الشباب او لجنه الطفوله برضو يعني مجهود مشكور، عملوا حفله هنا لمده 5 ساعات وبيعملوا في كل فرع من فروع النادي. هيتقال ان المرحله بتاعت بيبو للدوره ديك الحقيقه في لجان كتير جدا جدا انبثقت في قلب النادي وعملت شغل لا غبار عليه، وحاجه ممتاز اكتر من ممتاز.